طلاب علم، اليوم نحكي عن الدراجز اللي يسوي تغيير بالكلر اوف يورين. تسوي تغيير بالكلر اوف يورين، هاي ليش تفيدنا؟ هاي تعطيك علامة انت من تروح تاخذ هيستوري من البيشنت راح تبدي سيستماتيكلي، فمن توصل اليورين راح تسأل على الكلر اوف يورين. فانت من راح يقول لك مثلا اليورين فلان كلر، هذا راح يعطيك علامة هو يا اما ماخذ دراجز او عنده في حالة مرضية معينة حتى انت تميز. يعني بعض الحالات تكون بسبب العلاجات اللي ياخذها المريض، يعني مو شرط تكون حالة مرضية. فانت حتى تميز احنا راح نسوي كلاسيفيكيشن، يعني كل مجموعة من الدراجز راح تسبب لي تغيير باليورين كلر. احنا بالبداية لازم نعرف النورمال كلر. نورمال كلر ذا يلو كلريشن اوف يورين ريزلتس فروم يوروبيلين، هاي ماخذها بالبايوكيمستري، ريزلتس فروم يوروبيلين اور يوروكروم. يوروكروم ذات از برودوسد از ا برودكت اوف بيليروبين ديجريديشن سبيسيفيكلي يوروبيلينوجين ميتابولايز فروم bile by intestinal bacteria is reabsorbed and oxidized producing pigment urobilin that is then renally excreted. بالنهاية راح يكون الاكسكريشن مالتا عن طريق الرينال. هاي السلسلة من الايفنتس حتكون النهاية مالتها هي urobilin pigment المتوازدة باليورين. normal urine color ranges from light yellow to dark amber. light yellow يعني أصفر فاتح، dark amber يعني كهرماني طوخ. ها شايفين هذا الأصفر الصافي اللي يصير طوخ، dark amber. this normal variance generally fluctuates based on urine output, pure hydration and fluid intake. يعني ده يقول ليش light yellow or dark amber؟ يعتمد على الهايدريشن، يعتمد على الهايدريشن. هنا ذكرنا قلنا conditions such as diabetes with glucosuria may lead to osmotic diuresis that dilute urine and increase its volume. فبهالحالة حيكون اليورين لونه لايت. Normal urine is clear. Clear يعني شنو؟ يعني صافي. But may appear hazy if very concentrated in the face of reduced urine output. Hazy يعني شلون تكون؟ يعني مو كلش صافي، مو clear. يعني بي drops، droplet تحس بي يعني عالق. وش وقت؟ في حالة إنه يكون يقل اليورين output. يقل اليورين output. مثلا في حالات الديهايدريشن. Protein urea in such instances can also lead to development of bubbles. البيشنت اللي عندهم مشاكل بالرينال ويظل البروتين يطلع ويا اليورين، حتشوف اليورين بعوالق كأنما bubbles موجودة باليورين. The darker amber may be directly related to the urine concentration or specific gravity. شنو معنى specific gravity؟ is a measurement of the kidney's ability to concentrate urine. kidney's ability to concentrate urine. هسه لحد هنا احنا شنو الغرض من الحكي هذا مالتنا؟ انه نعرف النورمال كلر اوف يورين لايت يلو تو دارك امبر. عرفنا شو وقت يكون لايت وش وقت يكون دارك وش وقت يكون ب بابلز. abnormal urine color. خلينا نجي على المهم. abnormal urine color. abnormal urine color caused by اسباب عندنا. اول واحد الفود، احتمال لا ماخذ دراج ولا عنده فد medical condition، مجرد فود. البيس اند روبر كان تير نيورن ريد. شنو البيس؟ شنو البيس طلاب؟ من الشباب يعرف يقول لي من شنو البيتس؟
شمندر. عافية. شمندر. شمندر مو عايشة؟ نعم. شمندر مو؟ اي نعم. هاي شمندر. وذاك الروبر شنو؟ هذا هيك هيك كيف روبر. من يعرف شنو روبر؟ هاي معناها حشائش مفيدة. حشائش مفيدة تكون ذات أشكال كافية ومسننة، يقصد بها الكرافس. أوكي؟ كان تيرنيون ريد. ميديكال كونديشنز عندنا هم نسوي ابنورمال يورين كلر. ميديكال كونديشنز هيماتوريا. هيماتوريا من اسمه يعني بلاد ان يورين. از لايكلي ذا موست كومن كوز اوف ريد يورين. هو اغلب او السبب الشائع انه يكون ريد كلر يورين. ستون ديزيز كذلك يسوي عندنا ابنورمال يورين كلر. مالجنسي، تروما، كونتامينيشن and hemolytic disorder. Brown urine observed in acute tubular necrosis and liver failure. Patient اللي عندهم acute tubular necrosis تحلو بالباطنية. Acute tubular necrosis and liver failure عجز بالكبد يكون عندهم abnormal urine color ويكون brown urine. Brown urine هذا شو نعتبره؟ هذا medical condition مو دراكس. Brown urine. زين. ثالثا وهو موضوع مختبر مالتنا مال اليوم أو الجزء العملي. Medications. Many drugs that alter the color of urine. Ingesting medication may cause the urine to appear darker and more concentrated. هنا شو مسويت لكم ياها؟ Classification. أول واحد drugs that الجروب اللي يسوي red or pink urine. ثاني جروب drugs that causes blue or green. drugs that causes dark brown. drugs that causes orange urine. orange. drugs that causes black urine. اكو black واكو dark brown. واو واو هذا الدارك قصدي black. خلينا نبدي باول واحد اللي هو من هو red or pink. red or pink. أول drugs rifampicin. rifampicin or rifadin. rimactan an antibiotic often used to treat tuberculosis. patient اللي عندهم TB ياخذون rifadin. نلاحظ اليورين كلر مالتكم يكون شنو؟ red. كان تيرنيون reddish orange. red يا أما يكون يعني صافي فاتح او على برتقالي. ريدش اورنج. ريدش اورنج يعني اورنجي. اورنج برتقالي محمر. اس كان بينازو بايريدين. بينازو بايريدين شنو؟ بينازو بايريدين ايضا دراكس نطيب للبيشنت اللي عندهم يورين ديسكومفورت. يورينري ديسكومفورت يعني رينال ديسكومفورت اللي عندهم مشاكل بالرينال. شو يسوي هذا؟ That numbs urinary tract discomfort. يعالج لي discomfort. جماعة الكريستالس اللي عندهم حصو واللي عندهم رمل واللي عندهم ويا الـ UTI يصير عندهم urinary tract discomfort. ايش نعطيهم؟ بينازوبايريدين اللي هي اسمها موجود يوريسبت. يوريسبت بس شايفينه. هذا لازم احنا نخلي ببالنا او حتى نقول للمريض حتى لا يخاف لقدام انه هذا راح يصير عنده red color urine. هيدروكسوكوبالامين اقصد بي ال بي 12 اد لاكساتيف المسهلات كونتيننج سينن. سينن شنو؟ من يعرف شنو؟ من يعرف شنو سينن؟ وين الشباب؟ لاكساتيفز كونتيننج سينن. لاكساتيف سينية مسهلات سينن. دكتورة القرفة؟ اي القرفة. شنو القرفة بعد؟ بالله واضح يجوز ما يعرفون شنو القرفة. يعني دارسين غير دارسين. دارسين سمين. نعم دارسين. اوكي هسه اللي هنا. اوكي
laxative containing semen. هسه خلصنا خلصنا red or pink urine caused by drugs. هاي مثلا اجيب لكم صورة والكلر مالتها يكون احمر بس على اورنج يعني ردش اورنج. تعرفون الحمارات نصف اكو احمر طوح مثلا احمر فاتح احمر ناري هالسوالف فهذا على برتقالي. واقول لك مثلا what your يعني impression شنو انطباعك انت هذا شنو ممكن ماخذ علاج فانت راح تقول لي ريفامبين اور بنازوبايريدين اور هيدروكسوكوبالامين اور لاكساتيف كونتينينج سينه. عندك اربع خيارات انت كلهم تكتبهم. بس اذا جبت لك كيس مثلا اقول لك البيشنت عنده مثلا عنده كاف عنده فيفر يعني كانه ما جاي اوصف لك بيشنت عنده تي بي ما تكتب لي اياهم كلهم. ايش تكتب لي؟ تكتب لي بس الريفامبين. واذا قلت لك مثلا بيشنت وذ رينال ستون يعني كانما انا جاي اقودك اوديك على الحاله اوصف لك اياها فانت شو يجي ببالك؟ يجي ببالك ممكن الدراكس اللي ياخذ بهالحاله الدراكس اللي ياخذ بهالحاله. مثلا اذا قلت لك بيشنت وذ رينال ستون سفرنج فروم لوين ديسكومفورت اند فيفر ادمتد تو ذا كاجواليتي ذا بيشنت يورين كلر looks abnormal and by examination it looks red color. فانت شنو انطباعك؟ شنو ممكن تصور؟ ايش ماخذ هذا البيشنت؟ يعني هاي حاله مرضيه لو ممكن ماخذ دراكس. فاللي يجي على بالك هو منو؟ بنازوباريدين. هيدروكسيكوبالامين جماعه البي 12 اللي يصير عندهم مصل ويكنس نامنس يعطوهم بي 12 ممكن يصير عندهم ريد كلر يورين. واللاكسيتيف كونتينينج سينا البيشنت اللي عندهم كونستيبيشن بيشنت عندهم كونستيبيشن ايش ياخذون؟ ياخذون هاي المسهلات لاكسيتيف لاكسيتيفز كونتينينج سينا. نجي على الجروب الثانية والمجموعه الثانيه من الدراكس اللي يسوي ابنورمال كالوري يورين اللي هي ذات كوزز بلو اور جرين يورين. بلو اور جرين ازرق او اخضر هاي لونها يعني غريب. أنا أشوف شنو اللي يسوي هاللون. أميتريبتيلين وين أخذتوا الأميتريبتيلين؟ الأميتريبتيلين من يتذكره؟ شباب من يتذكر الأميتريبتيلين؟ أخذتوا الدبريشن؟ ترى ما اجيب لكم الدراكس دايركت مثل ما قلت لكم مش قبل شويه اقول لك بيشنت سفرنج فروم مثلا هذا اجيب لك كيس اللي يستخدم بها الامتريبتيلين. انت المفروض تعرف هو الامتريبتيلين وين نستخدمه. اوكي اجيب لك كيس اللي ممكن نستخدم بها الامتريبتيلين اوصف لك اياها فانت تقول لي امتريبتيلين. يعني هسه عندي الامتريبتيلين اندوميثاسين والميتوكلوبرامايد والسيميتيدين والبروبوفول ذولا كلهم يسووا لي جرين اور بلو كلر يورين. بس انا من اجيب لك كيس واقول لك بيشنت سفرنج فروم فلاشي مثلا انطيك الساين سيمتوم مال ديبريشن فانت من يجي على بالك امتريبتيلين. اذا انطيك مال انفكشن اندوميثاسين. اذا انطيك مال نوزيا وفوميتنج من يجي على بالك ميتالوكلوبرامايد. سيميتيدين هو بروتون بامب انهبيتر. انطيك ساين سيمتوم اوف بيشنت سفرنج فروم بيبتيك السر مثلا فانت اذا اريد اني اقول لك منشن سنجل دراج ذات يو ثينك تو كوز بلو اور جرين يورين اكوردنج تو ذا ابوف منشن ساين اند سيمتوم. مثلا ذكرت لك انا ساين اند سيمتوم مال بيبتيك السر فانت ايش لما تذكر لي؟ تذكر لي سيميتيدين. زين البروبوفول بروبوفول شنو هو؟ اما تذكروه شنو بروبوفول؟ وينكم؟
بروبوفول شباب بس الامتريبتلين ناسينه، بروبوفول هم ناسينه. مين ذكر؟ وين الشباب؟ دكتورة يستخدم العلاج الهاي بلاد بريشر؟ بروبوفول بتدرون وين اخذته؟ دكتورة مالت الانستيزيا. انستيزيا؟ اي انستيزيا. اوكي؟ الامتريبتلين بسرعة. ما دام ذكرتي بروبوفول. اي نعم دكتورة. ذكرتي؟ اي مال اللي يسوي اندكشن. اول بداية مال ستيج. البروبوفول؟ ايه هو عشان والاميتريبتلين هم تذكرينه ولا لا؟ ما اتذكره. اوكي لاني شنو انا اريدهم تعرفون كل واحد المن يستخدم حتى من اجيب لكم وصف للكيس انتم تعرفون يا دراج ماخل. يعني مو مثلا انا اجي اوصف لك واحد عنده بيبتيك السر واقول لك ايبيجاستريك بين فوميتنج بين افتر بين وذ هانجرينج، يعني وين البيشنت بي هانجري وانت تيجي توصف لي تقولي هذا ماخذ امتريبتلين. لا انت لازم منه شنو يروح على بالك عسيمتيدين. انت شلون يجي تعرف؟ لازم تعرف كل دراكس وشنو استخداماته. اوكي اوكي شباب. زين the intravenous injection of methylene blue. methylene blue شنو هي؟ صبغه or indigo carmin produces blue urine discoloration. اوكي هي من اسمها مثلين بلو. مثلين بلو دراك ذات كوز دارك براون يورين. دارك براون. من يقدر يقرا لي واحد من عندكم يقرا لي السلايد؟ خلينا نشوف الدارك براون يعني بني غامق. منو بيكم يقدر يقرا لي؟ يلا يا شباب. منو من الشباب يقدر يقرا لي؟ يلا قدامكم سلايد ومعروض. شنو نايمين؟ أنا أختار واحد من عندكم يقرأ السلايد. دكتورة أقرأ؟ أقري يلا. شو اسمك حبيبتي؟ نغم. ها؟ نغم. نغم، نغم شهاب. يلا نغم وما خلى طلع لك السلايد. أقري. يلا خلينا نشوف نغم راح تشوفنا او تقرانا تشرحنا الدراجز ذات كوز دارك براون يورين. دارك براون نغمه شنو دارك براون؟ دكتوره يعني اللون الغامق بتكون اليورين بني غامق مو عيني؟ بني. شوفوها يعني مبين جوا بالهذا بالفايركس. الانتي ملاريا للدراج كلوروكوين اند برايموكوين ذا انتي بايوتيك. دكتوره عندنا الانتي ملاريا للدراج العلاجات اللي نستخدمها بالانتي ملاريا هي الكلوروكوين اند برايموكوين. بريماكوين. نعم دكتوره. وبعد ذا انتي بايوتيك مترونودازول ايضا نستخدم مترونودازول الفلاجيلا عند انترو فيورانتون واللاكسيتيف كونتايننج كاسكرا او سينا ارفع او كاسكرا. اوكي نعم عند ميثو كاربامول مصل ريلاكسنت يعني نستخدمه للمصل ريلاكسنت عند الاسيتامينوفين أسيت أمينوفين. هذا الفراسيتول هذا الاسم العلمي مال فراسيتول أسيت أمينوفين أسيت أمينوفين.
اوكي بس ايش وقت اسيتامون اسيت امينوفين مكتوب تكمله ماده غمر اوفر دوز اوفر دوز يعني بالثيرابيوتيك دوز او يعني اللو دوز اقصد اللو دوز ما يسوي لي هذا اللون يبقى اليورين كلر نورمال بس بالاوفر دوز راح يكون دارك براون هسه كم مدراك صار عندنا كم جروب عند الانتي ملاريال وانتي بايوتيك الانتي ملاريال الكلوروكوين وبريماكوين الانتي بايوتيك منو اقصد بيه ميترونيدازول ونيتروفيرانتوين وعندي اللاكساتيف والمصر ريلاكسنت كم جروب واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة جروبات وآخر شيء كاتبين الأسيد أمينوفين أوفر دوز خمسة أنتي ملاريال عندي كلوروكوين وبريماكوين والأنتي بايوتيك عندي ميترونيدازول والنيتروفيرانتوين ثلاثة اللاكساتيف كونتين كاسكاروسينا أربعة ميثاكاربومامول المصر ريلاكسنت خامسا الأسيد أمينوفين أوفر دوز شباب ذني حفظ يعني تحفظوهن يعني ما بيهن شيء صعب بالفهم drugs that causes orange urine orange urine طبعا طلاب عيني ما دام موجودين كل واحد يكتب لي اسمه بالكومنت كتبوا لي اسمكم بالكومنت اوكي هاي الكومنتس اريد تكتبون اسمكم عافية كلكم كتبوا اساميكم واحد يكتب اسمه ويكتب اسمه سوين وصلنا drugs that causes orange urine بقى هاي اللون مات هنا غريب يعني attractive قوضي orange بقى الريفادين وين ذكرت انا قلت قلت reddish orange بالبداية بالred color urine فهو ترى ماكو لون ثابت يا اما يميل للحمار يا اما يميل للأورنج يا اما يكون هو أورنج أو أحمر على برتقالي فهو بالحالتين موجود من وعد للريفابتين لأنتي إنفلاماتوري دراكس سلفاسلازين فينازوبايريدين فينازوبايريدين ذول اللي الرينج هو اللون رينج مثل ما تعرفون طيب فما يجيني يعني كلش أي درجة مو مثل الأبيض والأسود هذه الألوان بها تدرجات فبال رد تو اورنج ذكرتهم وهنا بالاورنج هم ذكرتهم يعني ممكن يكون اللون اورنج صافي ما يميل للحمار الريفامبين الانتي انفلاماتوري دراكس سلفازلازين فينازوباريدين دراكس ذات نام يورينري تراكت ديسكمفورت مثل ما حكينا انسم لاكسيتيفز انسرتن كيموثيرابي دراكس شو يسووا لي؟ اورنج اورنج يورين اورنج يورين عندنا drug that causes black urine black urine
كلكم كتب اسمه بالكومنت. شباب كلكم كتبتوا اساميكم بالكومنت. هل ما كتب اسمه؟ السلايد الأخير drugs that causes black urine alpha methyl dopa L dopa and iron methyl dopa أخذتوا أنتوا بال ويا ال anti hypertensive drug أو أخذتوا بالأوتونوميك INS iron صب الحديد supplement يعني الحديد iron iron supplement have also been associated with black discoloration of urine. Other causes of black urine include laxative derived from sinus, leaves, and cascara bark, as well as sorbitol, the naturally occurring sugar commonly used as an artificial sweetener. محليات صناعية. Poisoning with phenol has been noted to produce black urine and has and also من المفروض كفر poisoning هنا البلاك بهواية مش هواية شغلات أول واحد مثيل دوبا ألفا مثيل دوبا إل دوبا آيرون ثلاثة صاروا أوكي laxative derived from sinus leaves and cascara أربعة زوربيتول خمسة السادس poisoning with phenol وكذلك السابع هو الكفر poisoning كفر poisoning فذولي كلهم شي يسوون؟ يسوون black urine حد عنده سؤال طلاب؟